السلام عليكم، معكم احدى الفرق المشاركه جمعيه الفنون الدراميه محفوظ الظواهري لمدينه مليانه ولايه عين دفله. قدمنا اليوم مسرحيه هنا وله في اطار المنافسه الرسميه لعروض القاعه بمهرجان ليالي المسرح الدوليه بولايه أضرار. يعني الشكر موصول للقائمين على هذه الايام، تنظيم محكم، مدينه مضيافه بناسها، يعني ناس السهره معروفين بالجود والكرم نتاعهم. نشكر القائمين على هذه الفعاليات، السلطات الولائيه، السلطات المحليه والبلديه، على الصديق والاخ عقباوي الشيخ اللي قام بمجهود هو والفريق تاعو، يعني الطبعه الاولى ناجحه 100%. السلام عليكم، معكم انيسه كحلوشي ممثله في فرقه محفوظ الظواهري بمليانه. والله كان لنا الشرف انه جينا وشاركنا في هذه الفعاليات اللي داروها في أضرار، الله يبارك، كان تنظيم هايل. نشكر الشيخ عقباوي ويعطيكم الصحه، وان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. عياد شوقي من جمعيه محفوظ الظواهري للفنون الدراميه في دور الشيخ في مسرحيه هنا ولهيه. ان شاء الله ما يكونش المره الاخيره اللي تنظم فيها ليالي الصحراء. وشكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم، معكم الممثل احمد بورقه من جمعيه محفوظ الظواهري في الدور الدبلوماسي في مسرحيه هنا ولهيه. ونشكر الجمهور تاع الاضرار اللي كان في حسن الاستقبال، ونكون ان شاء الله في حسن الظن تاعو. السلام عليكم، معكم الفنان والوض وجمعيه الفطواري السيد عطاف بن سمير، وان شاء الله بربي تكون تنال رضا الجمهور المسرحيه هذه، مسرحيه جديده، وان شاء الله بربي تنال فن الاعجاب تاع لجنه التحكيم. ونشكر جميع القائمين على هذه الفعاليات اللي مارغري كانت في طبعتها الاولى، ولكن تنظيمها كان جد رائع. ويعطيكم الصحه، وان شاء الله طبعه ثانيه وثالثه ورابعه الى الابد ان شاء الله. شكرا. اذا خليتني اسمح لي نزيد كلمه، مشكورين انتم كذلك على التغطيه الاعلاميه، رجال الخفاء انتم اللي كنتوا توصلوا المعلومه للجمهور والناس اللي راهم بعاد باش يتابعونا. قناه اقواس على القناه هذه على اليوتيوب، نطلبوا من الجمهور التفاعل وزياده عدد المتتبعين ان شاء الله، وراح ندير لكم البارتاج بربي ان شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. رانا شاركنا اليوم في مهرجان الدولي بأضرار، يعني الحمد لله يا رب اللي عدنا الأضرار، شاركنا فيها من قبل في مهرجانات وطنية، والآن هذا مهرجان دولي يعني شرف الجزائر كاملة، وكان تنظيم ولا أروع مع استقبال بلدان عديدة، وهذا هو الأهم اللي بشهادتهم وشهادتنا نحن، الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله نعود لهذا المهرجان إن شاء الله. تبعتها أنا كانت جد جميلة، يعطيكم الصحة، شغل ما على باليش، وظفتوك استقبلتونا، شغل درتونا كلش، يعطيكم الصحة خويا، شكرا جزيلا لكم.